معي خليك هناك ما عمرك ما انا حكون هون ولا طلعت لهون كل يوم جديد تصحى المدينة وبتعيش من الدفى الموجود فيها هاد بيعطيني إحساس إنه هي بيتي اللي بحس فيه بالأمان والراحة تتغير دبي وبتكبر كل ما الناس بتروح وبترجع كلهم بيتركوا أثر من نفسهم هون وبيعطوا المجال لغيرهم يعملوا نفس الشيء كل ما عبرنا عن حالنا أكتر كل ما وضحت معالم وجهنا وحياتنا أكتر وبينت في المجتمع جيلنا بيعبر دايماً عن وجود مختلف جديد نساعد بعض نلهم بعض ونتعاون إحنا العيلة اللي اخترنا بعض كل يوم بنصير أقرب لبعض طالما أعطينا المجال إنه نتبادل الآراء اللي بيننا ونعبر عنها بصوت عالي إحساسنا الجديد بيخلينا نكبر في مساحات أوسع بتقربنا بتلهمنا وبتعلمنا ذكرياتنا مع بعض بتفتح مجال إنه نتقدم تعطينا جرأة إنه نتطور نعمر وننجح